السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في ما يخص مادة القانون للبكالوريا. طولنا عليكم، حطينا جوج فيديوهات ومزدناش حطينا موراها، سمحونا. أنا قريت لكم معتاز قاعك وخايفين من القانون والحفاظة على القانون. أنا نفرحكم نقولكم بلي حنحطوكم قاع الدروس الخاصة بالقانون وأيضا الدروس المتعلقة بالمواد الأخرى كالاقتصاد كالمحاسبة كالرياضيات تاريخ وجغرافيا اللي تلقوا فيها صعوبات. وإن شاء الله كي نحطوا هذا الفيديو إن شاء الله نصيب في التعليقات مشاكلكم، وراح تصيبوا لابوش تاعنا على الفيسبوك في نهاية هذا الفيديو، سيبوها تحت الفيديو من تحت، وإن شاء الله راح نكون معكم حبة حبة نوقفوا معكم. خاطش هذا الباك يتبلكم أو يبلكم بيه الباك حاجة صعيبة وحاجة واعرة والحفاظة شتو في جيستيون بزاف بزاف، ومعكم واحد قرا جيستيون وجاب الباك تاعو. ونزيد نفرحكم، البكالوريا ماشي محاسبة ورياضيات فقط، خاطش انا الباك تاعي ما جبتوني بالمحاسبة راني بالرياضيات. المحاسبة جبت 9، الرياضيات جبت 9.5. الحفاظة هي اللي سلكتني، ونحن نزيد نفهمكم ونعاونكم الدروس تاع الحفاظة بوكو بليس. وراح يكون معايا صديق ثاني راح نتقاسمو انا وياه، انا نفهمكم شوية وهو يفهمكم شوية، هو كان فهمكم درسين في مادة القانون، نحن نكملكم الدروس الأخرى. وراح نبدأ اليوم حنكملو حنديرو شوط باغي طاب، نبدأ بالقانون نكملوه قاع، من بعد نسوطيو المادة أخرى. واللي يوجد أي صعوبات أي عوائق يهدر معنا في يا في لاباج يا في يحط لنا تعليق أسفل الفيديو، ونبدأ على بركة الله في الدرس الثالث لمادة القانون. فيما سبق الصديق تاعي أحضركم درس تاع عقد البيع وعقد الشركة. اللي همنا في هذا الدرس تاع اليوم هو عقد الشركة، يعني الدرس السابق. علاش يهمنا؟ هو قالكم في الدرس السابق بأنه درس عقد الشركة حيساعدكم كي تفهموا، راح يساعدكم على فهم الشركات اللي هما الدرس الثالث في مادة القانون اللي هي شركة التضامن، كاين الدرس الرابع اللي هو شركة المساهمة، والدرس الخامس شركات ذات مسؤولية محدودة. تفوتوا تفهموا عقد الشركة راح يجوكم هاد الشركات ثاني، هما أسهل. شوف الشركات هما أسهل الدروس في مادة القانون، واللي يطيحوا تقولوا دائما هما قاع يطيحوا، بصح الشركات يبازيو عليهم بزاف. كما العام اللي فات في لي دو سيجي ضمن الشركات، طاحت شركة المساهمة في الموضوع الأول، وشركة ذات مسؤولية محدودة في الموضوع الثاني. نبدأ على بركة الله. شركة التضامن، أولا تعريف شركة التضامن، هي شركة تتكون من شريكين أو أكثر. ما معنى هذا؟ معناتها شركة التضامن باش تنشأ لازم تكون ماشي واحد واحد شريك واحد ينشأها، ما يقدرش، ما راحش تتم شركة التضامن، تما لازم يكونوا من شريكين وطلع. العدد ما يهمش، يهم يكونوا أكثر من شريكين باش يقدروا يأسسوا هذه شركة التضامن. ويسأل فيها الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية. ما معنى ذلك؟ تاكي تحل الشركة هذه وراح يجوها ديون، راح يسقسوا عليها، ولا راح يتحمل هو عبء الشركة وديونها كأنها ديونه الخاصة. كما يكون عنده كالشخص ديون في المنزل، كما عنده عائلة عنده ديون تاع الغاز، عنده تاع التريسيتي، هذو تسمى ديون شخصية. انت كي راح تنشأ شركة التضامن، اي عائق او اي دين يكون على ذمتك كاملا، شغل الشركة تاعك،
سواء كنت شريكا، زعما اكو شريكا خليته شريك، انت تتحمل ديون تاع الشركة كومبلي، واللي حليت الشريك الثاني اللي حليت معاه كيف كيف راح يتحملها كامل. تمام، ماشي على حساب وش حط دراهم ولا وش جاب ماتيريال الى اخره، راح يكونون نفس الديون بالنسبة للشريك الاول وللشريك الثاني. هذا هو المعنى تاعها، وتسمى الشركة باسم الشركاء. ماذا نقصد بانها تسمى باسم الشركاء؟ مثلا انت اسمك ايمن، حليت هذه الشركة مع صديقك اسمه علي، تقدر تسميها شركة ايمن، تقدر تسمى شركة علي، تقدر تسميها باسم الشركاء اللي حلوا الشركة، ويكتسب الشريك صفة التاجر. انت كي تفوز تحل هذه الشركة اللي هي شركة التضامن، راح تكتسب عند الدولة صفة التاجر، يعني حيولي عندك لوجيست كوميرس، راح تولي تاجر في نظر الدولة حتى ولم تكن من قبل تاجر. يعني مهما تاجرتش من قبل ولا ما كانش عندك لوجيست كوميرس، تفوت تحلها راح تكون عند الدولة انت تاجر، وتعتبر حصة الشريك غير قابلة للانتقال للغير، ولا تنتقل هذه الحصة لورثة الشريك. أمام ذلك زعما هذا الشريك راه مات ولا فلس ولا حبس من الشركة هذه، ما كش كيفاش راح يعطي، ما كش كيفاش يعطي البوست تاعو ولا المنصب تاعو لشخص آخر، سواء الشخص هذا يكون كله ولا وليده ولا صاحبه، ولا تنتقل عبر الورثة. ما معنى ذلك؟ الوريث تاعها كما قلت لكم وليده ولا باباه ولا بنته، تما ما تجوز يفوت يموت ولا ما كاش كيف تنتقل للورثة ولا لشخص آخر. ثانيا، خصائص شركة التضامن. خصائص هادو بلا تقدروا بلا ما تقراوهم راكم تجبدوهم من التعريف، من التعريف تاع شركة التضامن راح تجبدوا الخصائص اللي هما كاين 4 خصائص. اول خاصية اللي هي اكتساب الشريك صفة التاجر، يكتسب الشريك هذه الصفة بمجرد انضمامه إلى الشركة حتى ولو لم يكن من قبل تكوين الشركة. ما معنى ذلك؟ كما قلت لكم في التعريف، ما كانش تاجر من قبل راح يكتسب هذه الصفة عند الدولة وحيولي عنده ريجيست كومس. ثانيا، مسؤولية الشريك. إن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية تضامنية مطلقة، فيسأل عن ديون الشركة كما لو كانت ديونه الشخصية، ويجوز لدائن الشركة أن يرجع على أي من الشركاء لمطالبته بكل الدين. يعني كما قلت لكم الشريك هذا راح يتحمل العبء ولا الدين الشركة كأنه ديونه الشخصية اللي تكون على برا الشركة. يعني كي واحد يكون يسالو يجي لأي شركاء واحد فيهم ويطالب بالدين تاعو، خاطرش هذاك الشركة مسؤول على هذاك الدين لازم يرجعو. هذه هي. ثالثا، عدم قابلية الحصص للتداول. ما معنى ذلك؟ ولا يجوز التنازل عنها ولا تنتقل إلى الورثة بسبب واقعة الوفاة. يعني ميم يموت هذا الشريك مكنش كفاية يعطيها لوليدو ولا شخص آخر. اسم الشركة يتكون من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر، متبوع بكلمة شركاء. كما قلت لكم يحلوا شريكين عالي وأيمن، الشركة تسمى شركة عالي وأيمن وشركائهم، ولا عالي وشركائه، ولا مهم هكا تكون. هذه فيما يخص ثاني حاجة اللي هي خصائص شركة التضامن. ثالثا، تأسيس شركة التضامن. كيفاش تتأسس شركة التضامن؟ ما هي متطلباتها؟ وش من الشروط اللي نوجدوها باش نأسسوا شركة التضامن؟ تتأسس شركة التضامن بتوافر الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشكلية. الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشكلية هادو كيما قلت لكم، علاش قلت لكم راجعوا الدرس الاول وفهموا الدرس تاع عقد الشركة، خاطرش مرتبطة به،
لأن الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشكلية كانت في الدروس السابقة، يعني في درس بوكو بليس في درس عقد الشركة. أعود أشوف الفيديو السابق حتى وجدوا ما معنى الشروط الموضوعية العامة والخاصة والشكلية، واللي بيها تقدر تأسس شركة. دون توفر شرط من هذه الشروط ما كاش كيف تأسس شركة الطبع، وذلك بتحرير عقد رسمي من طرف الموثق والقيام بإجراءات الشهر. يعني تروح عند النوتر يكونوا يتوفروا فيك هذه الشروط تاع الموضوعية العامة والخاصة والشكلية، وإجراءات الشهر هذو راح توجدهم في الشروط الموضوعية تاع الشكلية، راح توجدهم في الشكلية. الشكلية هي اللي فيها إجراءات الشهر والكتابة إلى آخره. يعني كي توفروا هاد الثلاث شروط ياك، يعني تروحوا للنوتر هو يأسس لكم الشركة بعقد رسمي منه من طرفه، وتتمثل في إيداع نسختين من عقد الشركة لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة. يعني كي النوتر يأسس لكم الشركة هذه ويمد لكم عقد الشركة الخاص بكم، راح تديروا فوتوكوبي عليها وتدفعوا نسختين لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالعاصمة. ولا كنتو تابعين العاصمة ولا جات قريبة ولا كانت قريبة لكم العاصمة، تروحوا لهذا المركز الوطني للسجل التجاري، ولا كنتو تسكنوا بعاد راح تروحوا في كل ولاية توجد مصلحة السجل التجاري، هذه توجدها في كل ولاية من ولايات الوطن، راح تدفعوا كيف نسختين من عقد الشركة فيها. هذه ثالثا. الآن رابعا وأخيرا، أسباب انقضاء شركة الطاعة. وشنو هم الأسباب اللي بهم تنتهي ولا تنحل ولا تزول شركة الطاعة؟ أما ذلك خلاص تخلص الشركة، وقتش تحبس وقتش تقولي تنتهي شركة التضامن بأحد الأسباب الواردة في المادتين 562 و563 من القانون التجاري، نوردها كما يلي. أولا، تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء. يفوت يموت شريك من شركاء شركة التضامن، خلاص تنحل الشركة وتنتهي. هكا قانون، هكا شركة التضامن تمشي. إذا فات مات واحد من الشركاء خلاص تنحل. ملاحظة هنايا، ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك في القانون الأساسي للشركة. ما معنى ذلك؟ كي نأسسو حنا الشركة ونديرو عقد التأسيس تاعها من طرف النوتر اللي هو الموثق، في القانون تاعها كاين قانون الشركة، هذايا قانون الشركة راح تذكر فيه بعض الملاحظات. يعني يقدروا ما يموت احد من الشركاء، تقدر ما تحبس الشركه وقتاش ما تحبس، كي يكون في العقد في القانون الاساسي للشركه يكونوا تفاهموا الشركاء، ما يموت واحد فيهم ما تحبس الشركه. اذا صابوها مكتوبه في القانون الاساسي للشركه هكا الشركه حتكمل. مي اذا في القانون الاساسي صابوا باللي كي يموت واحد ما تكملش الشركه، تحبس الشركة ويغلقوها. هذه أولا. ثانيا، تنحل الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء. نفس الشيء، إذا فلس أحد الشركاء وضربوا طلع في القانون الأساسي وصابوا باللي ما ميفلس الشخص تكمل الشركة راح يكمل، ولا ما صابوش راح تغلق الشركة وتحبس. ثالثا، منع أحد الشركاء من ممارسة مهنته التجارية. إذا كان أحد الشركاء عنده دين ماشي متعلق بالشركة، يكون عنده دين شخصي يكون خاص بحياته هو ماشي بالشركة غير متعلق بها، راح تكودي الشركة. علاش؟ خاطر حيحبسوه من المهنة تاعو التجارية. واش حنا قلنا في التعريف؟ راح يسمى تاجر. كيفو تدخل في شركة التضامن راح يولي تاجر. ما معنى ذلك؟ كي راح يحبسوا النشاط تاعو في الشركة كتاجر، معناتها راح يحبسوه من الشركة حتى يخلص زعما الديون نتاعو. تما كيف نفس الشيء، راح تحبس الشركة او ايضا او فقدان اهليته. عند هذاك الشريك يهبل ولا يمرض ولا شيء من هذا القبيل، راح تحبس الشركة، مش راح تقدر تستمر.
وعاودوا فهمكم ودلكم ملاحظة من تحت. ورغم ذلك يمكن أن تستمر الشركة في ممارسة نشاطها إذا نص القانون التأسيسي على ذلك أو بقرار يتخذ بإجماع الشركاء. يعني شنو هاد الأسباب هادو من اللي تنقضي بهم الشركة إذا صابوهم في القانون الأساسي؟ يعني ما يموت شريك ولا يفلس ولا يحبسه من ممارسة مهنته ولا يفقد أهليته، بهادو تستمر الشركة تستمر، ولا ما صابوش في القانون الأساسي راح تزول الشركة وتنقضي بسبب عدم وجود هذا الشيء في القانون الأساسي للشركة. علاش دير لكم الملاحظة دي من تحت؟ خاطرش يقدروا يجيكم في ليزيكزام، يقدروا يعطوكم مسألة خاطش حي هاد القانون مولاش حفاظه، كيما مش حيقول لك عطيني الأسباب، حيعطيك مسألة لازم تفهم هذيك المسألة مليح، ولا يعطوك سند لازم تفهمه مليح باش تعرف الشركة هذه ولا في القانون الأساسي ذكروا هادو. يقدر يقول لك زعما سؤال، يقول لك في القانون الأساسي ذكروا باللي ما يموت الشريك ما تنقضي الشركة، وما دي سقسيك من تحت، يقول لك وتوفي أحد الشركاء، يقول لك هل تزول الشركة هذه ولا لا؟ تبي طبيعة الحال كيف فهمت السؤال وفهمت المسألة أو السند راح تجاوب تقولهم في القانون الأساسي ذكروا باللي ما يموت أحد الشركاء راح تكمل الشركة، وبهذا لن تتوقف الشركة عن عملها وتستمر فيه. هذه هي، وهذا هو لازم تفهمه مليح الدرس، مش تحفظوا كل الببغاء، خدش الحفاظة كانت بكري ودك في الوزارة تبدلت ولا تعتمد على الفهم، كما هذه الدروس تاع الحفاظة ولا يعتمدوا على الفهم. اللي يهمهم هو تفهم الدرس وليس حفظه. نكون وصلنا لختام هذا الفيديو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا، فرطاجيو لخاوتكم أصحاب الباك، ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد خاص بشركة المساهمة، وما بقى نقول لكم غير سلام.